هو كان حضر معنا في هذه القاعه وكان خونا وحبيبنا وكان ممكن الوقت اللي كيمشيو لكادير كيتهلا فيهم الله يرحمو هذا والله يرحمو ويوسع عليه الا بغيت تخلينا نلقاو الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا بكم جزاء ما يسمون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.